بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة يعني سعداء بيكم وبتواصلكم، ويمكن دي أول تجربة عندي على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. وبصراحة يعني أنا سعيد جدا بلقاء النهاردة مع أحد شبابنا الطيبين الحلوين اللي هم فعلا يعني أمتعوني وأسعدوني جدا جدا بحضورهم النهاردة المكتب. وكان اللقاء فعلا كان محتاج يتسجل بجد، لأن أنا فعلا يعني أنا شخصيا اتأثرت. يعني صح احنا عملنا محاضره واتكلمنا فيها على قد ما قدرنا، لكن الواحد بقى سعيد قوي لما يلاقي ثمره بتاعته بتظهر. عشان تعرفوا الحكايه من اولها، تعالوا بينا الاول نرحب ببلال رجب، طالب الهندسه الطاقه المتجدده بجامعه الشارقه. وفي الحقيقه يعني هو من 4 شهور اتعرفنا على بعض، من 4 شهور حضر لينا امسيه جميله اسمها حق حلمك، وبعد 4 شهور ما زال الحلم يعني يتجدد. وجالي المكتب وقال لي كلام، انا قلت لازم الكلام ده يتسجل وناس كلها تسمعه، لانه كلام فعلا حلو قوي ومهم جدا نسمعه. بدايه قول لنا بقى يا سيدي، بدايتك ازاي حضرت الامسيه؟ اولا لقيت اعلان بالسكن عن محاضره وامسيه عن حق حلمك. كنت مهتم بالموضوع، اي شخص عنده احلام ومهتم يعرف كيف الحقيقه، وكان في ايميل من الجامعه على ما اظن. على العموم كان وصلني الخبر وحضرت المحاضره، وزي ما كانت تحكي يعني الموضوع حق حلمك، ايه اللي خطر في بالك موضوع الحلم اللي جالك؟ كل شخص فينا حلم، كل شخص عنده حلم، يعني ما فيش شخص مش موجود عنده حلم، فاي شخص لا بحب يعرف كيف ممكن يحقق حلم. صح، بغض النظر شو كان حلمه وشو كان هدفه وكم حلم عنده كبير صغير، حلمه حاب يعرف كيف يحقق حلمه. كنت مهتم بالموضوع وحضرت المحاضره وسمعت منها كلام. طيب يا ترى حلمك بقى ايه اللي انت بدات تركز عليه خلال ال4 شهور الماضيه؟ من لما حضرت المحاضره كان عندي حلم، بقالي بعتبره حلم من وقتها بالنسبه لي، انه ينزل وزني بشكل يكون لائق ومناسب من على الشكل اللي كنت فيه. وفعلا حطيت الهدف في بالي، وكان هو الشيء الوحيد اللي عم بفكر فيه من 4 شهور لهلا. كان وزنك كم يا ترى؟ 83. يا يعني مش عايز اقول لكن يعني تختلف 83 وحاليا 66، في فرق كبير ان شاء الله. فبعتبره كان حلم بالنسبه لي. ليش؟ كان هو الشيء اللي بفكر فيه لما اخلصه. كان يعني الامسيه كانت لها دور فعلا انك انت تتحمس للمكان. كان ليها دور انه تخليني فعلا اتاكد انه اي شيء انت ممكن توصل له. كنت انا بادئ بالموضوع بس مش متاكد اني حوصل، مش متاكد اني ححقق ولو جزء من اللي ببالي. لكن المحاضره حققت لك، يعني قالت لك اتاكد اطمن. المحاضره خلتني اعرف او اتاكد انه اي شيء ببالك ممكن توصل له، ركز عليه، اعرف انك اكيد حتوصله، حط اهتمامك فيه حتوصل، اكيد حتوصل، ما في شيء بيمنعك شو ما كان حلمك. الحلم لما يعني روعه الحلم لما تحققه فعلا وتوصل له اكيد بيبقى لها متعه وفرحه. لها متعه، ليها دروس تتعلم من يا ترى ده حمسك انك انت تبدا تحلم بحلم كبير اكبر؟ فعلا صارت الاشياء الكبيره تصغر بعيني، لانه اذا الحلم اللي هو كان بالنسبه لي كثير كبير حققته، وبالتالي اي شيء بدي اياه ممكن احققه. هلا صحيح؟ جميل. يعني اذا هذا الحلم اللي هو كان بالنسبه لي كحياتي، او هذا الشيء الوحيد اللي بدي اغيره بحياتي عشان حياتي تصير افضل، هذا هو الشيء اللي كنت متوقع انه لو وصلت له حياتي حتصير كامله او احسن. طب انا فعلا وصلت، تمام؟ فهذا الشيء خلاني اتاكد انه حلمك قد ما كان كبير ممكن توصل له. يا ترى احبابك وحبايبك اصدقائك والاهل كان تاثير كان في اثر ايجابي على الموضوع فعلا، يعني تاثروا. حتى بشوف بعيوني عادات هي تخفيف الوزن، مش بس بالنادي، فعلا عادات يوميه بالاكل وصباح ومساء، يعني عادات يوميه بالبيت. فلاحظت انه الاقارب والناس اللي حوالي بداوا يتاثروا حتى بشكل غير مباشر. موضوع الوجبات والنظام يتحسن، النظام الغذائي بدا يتغير. اثرت فيهم بشكل غير مباشر، مش عن طريق امر او انه امر او طلب، لا بشكل غير مباشر. الحين بدات تتكون حلم كبير اكبر حاليا. حاليا بالنسبه لي شايف انه اي شيء ممكن يخطر على بالي احط تركيزي فيه ممكن اوصل، ليش لا؟
يا ترى الرسالة اللي تبلغها الشباب في نهاية اللقاء الجميل، الرسالة تحب تبلغها للشباب تلومي؟ حاب أحكي لكل الشباب اللي بعمري إنه أي إشي ببالك ممكن تحققه، أي إشي بتحط تركيزك فيه، بتهتم فيه، بتشتغل عليه ليل نهار، قد ما كان كبير وقد ما كان أنت متخيل إنه ممكن يكون مستحيل توصله، أي شيء أي شيء أي شيء أي شيء الإنسان ممكن يوصله إذا حط تركيزه فيه، اشتغل عليه، حب الموضوع، كان نفسه يوصله، اشتغل عليه فعلاً حيوصله أكيد 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 أكيد. بشكرك جداً جداً، وختام أحب أقول لحبايبي ولكل يعني مهتمين بموضوع التنمية البشرية، إلغي كلمة مستحيل، ما في شيء اسمه مستحيل. إذا أنت أردت وبدأت تتحرك لحلمك أكيد إن شاء الله يوفقك، بس الفكرة كلها إنك تركز بس بجد بجد على حلمك، ركز عليه واعتبره هو مولود صغير يحتاج إلى رعاية وعناية حتى يكبر وتراه أمام عينيك يعني حياً يرزق. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.